بخصوص النسخة الثانية من برنامج جائزة واد نون الوطنية الكبرى للصحافة والإعلام، هي أولا كانت تحدي من أجل تثبيت هذه المسابقة، هي نسخة أولى وثانية ثم ثالثة فرابعة إلى 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 ما شاء الله. هذه النسخة حاولنا أن نجمع بين حدثين كبيرين، أولا ندوة دولية وثانيا حفل الجائزة. حفل الجائزة بالنسبة لنا هو تتويج لمجهود الزملاء الإعلاميين، سواء منهم الصحفيين المهنيين الوطنيين الذين يواكبون التجربة التنموية بالأقاليم الجنوبية، الذين يشتغلون على المجال، يشتغلون على الثقافة، يشتغلون على كل ما هو مغربي في الأقاليم الجنوبية، سواء كان ثقافيا، سواء كان مشروعا تنمويا أو تاريخيا أو غيره. وبالتالي غايتنا هو التسويق المجالي والثقافي لهذه الأقاليم الجنوبية للمملكة، حتى نظهر غنى وتنوع المملكة المغربية. إذن هي محطة تنافسية أولا، ثانيا من أجل تحفيزهم، من أجل تجويد المنتج الإعلامي على مستوى الأقاليم الجنوبية، والغاية بطبيعة الحال هو تجويد المنتج الإعلامي. الندوة الدولية التي كانت صبيحة يوم يعني الاحتفال بالجائزة كانت بخصوصية معينة، على اعتبار أننا نعيش محيطا إقليميا ودوليا ولله الحمد كل المؤشرات فيه إيجابية وتعكس المجهود الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية برئاسة صاحب الجلالة نصر الله. وبالتالي كانت هذه الندوة ثمرت مجهود مجموعة من الزملاء من أجل خلق نقاش حول طريقة التعاطي الإعلامي مع قضية الصحراء المغربية. هذه الندوة كانت فرصة أيضا للصحفيين من أبناء جهاز قنيم مدن والأقاليم الجنوبية لتبادل الأفكار والنقاش حول هذه القضية بطبيعة الحال بجنسيات مختلفة، من خلال النقابة الوطنية، نقابة الصحفيين الموريتانيين وصحفي الجزائري وصحفي كذلك مصري ناشط ينتج محتوى وهو صحفي مشهور بطبيعة الحال. إذن هي مناسبة حاولنا من خلالها أن يكون هناك نقاش في الصبحية أكاديمي على أن يكون في الأمسية حفل توزيع الجوائز، وهي مناسبة أيضا لتقديم الشكر لكل الذين انخرطوا بدون شروط مسبقة، لا سواء مجالس المنتخبة، لا السلطات المحلية، لا جميع الشركاء، دعم منقطع النظير من أجل إنجاح هذه النسخة. ففي زمن كورونا نظمت النسخة الأولى، وهذا يعكس مدى انخراط الجميع في إنجاح تجربة جديدة بجهة قنيم واد نون، وهي مسابقة تهم الصحفيين. الآن أمور أيضا على المستوى الصحي ولله الحمد بدأت يعني تأخذ مجراها الطبيعي، وبالتالي هذا المشروع لقي احتضانا حتى من الفعاليات المجتمع المدني، انخراط أيضا الزملاء والزميلات الصحفيات والمراسلين والمنتسبين من خلال مشاركتهم المكثفة سواء في النسخة الأولى أو النسخة الثانية التي عرفت أرقاما قياسية سواء على المستوى الوطني أو الأصناف الأخرى. إذن لا نجد ولله الحمد أي إشكال في تنزيل الأهداف التي سطرت مسبقا بتنسيق طبيعي الحال مع النقابة الأم في المركز، مع أيضا الفروع الجهوية الأخرى سواء العيون الساقية الحمراء أو الداخل والذهب، على اعتبار أن النسخة الماضية عرفت اتفاقية شراكة ما بين الفروع الثلاثة للنقابة من أجل محاولة إيجاد صيغة معينة لتوحيد كل الجهود التي من خلالها يمكن أن نجود المنتج الإعلامي بالأقاليم الجنوبية المملكة.